يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده، حلقه خاصه، حلقه استثنائيه من السادسه. اهلا وسهلا بكل الاهلاويه، بنختم معاهم سنه اعتقد انها كانت سنه سعيده، ويا بخت الاهلاويه دايما بناديهم، دايما على منصات التتويج، دايما ابطال، دايما ناجحين. النهارده بنبص على بعض مع بعض على سنه يمكن تكون من افضل سنين النادي الاهلي على مدار تاريخه، مش بس في كره القدم لكن في كل الرياضات. عشنا فيها لحظات مهمه، لحظات سعيده. الاهلي دايما كما عودنا دائما مصدر للسعاده والفرحه. فاصل ونبدا حلقتي. واحده من اهم الحاجات الحقيقه اللي احنا من اول يوم في السادسه كنا دايما حريصين عليها، ان احنا نسمع وجهات نظر مختلفه شويه عن وجهات النظر اللي عندنا. دايما بنحب نسمع راي الاخر، خصوصا لما يكون منافس ليك، وخصوصا لما يكون اسم عالمي ليه مشوار او ليه رصيد او ليه كم كبير جدا من الخبرات. فكان الحقيقه على مدار السنه دي لينا لقاءات مهمه جدا، اخترنا لحضراتكم اجزاء من اهم اللقاءات، ومنها اهم ما قيل عن النادي الاهلي، ومناسبات كثيره جدا كانت فاصله وكانت حاسمه، شفنا وسمعنا فيها وجهات نظر كتير مختلفه. تعالوا نشوف ونتابع. القصه هنا مش قصه أرقام، مش قصة واحد من أهم الهدافين اللي جم في تاريخ الكرة الألمانية وجم في تاريخ أندية كبيرة زي الأرسنال في إنجلترا أو بايرن ميونخ في ألمانيا. القصة قصة لاعب تستمتع بالكرة معاه، ومش هبالغ لو قلت إن هو يمكن يكون الامتداد الطبيعي لكبار وعظماء الهدافين في الكرة الألمانية زي رودي فولر، زي كلينسمان، زي أوليفر بيرهوف. لوكاس بودولسكي هو ضيفنا في السادسة النهاردة، طبعا شرف لينا أنه يكون موجود معنا. نرحب بيه واشكره طبعا على مشاركته وظهوره معنا، وأهلا بيك على شاشة الأهلي لوكاس بودولسكي نجم الكرة الألمانية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا بيك لوكاس. لوكاس الحقيقة أنا حابب أبتدي معاك من البدايات، حابب ابتدي معاك من كولن، لان دي مرتبطه كمان بينا كجماهير للنادي الاهلي وكعشاق لي، مع وجود اسم صنع الفارق مع النادي الاهلي وهو مارسيل كولر. وبالمناسبه مارسيل كولر يمكن هو اللي قدمك وهو اللي اكتشفك لما كنت بتلعب في كولن في بدايه مشوارك. اهم ذكرياتك، اهم مواقف مارسيل كولر، وايه البصمات اللي سابها مارسيل كولر على لوكاس بودولسكي في بدايه المشوار؟ في البداية أشكركم على هذه الدعوة لهذا الانترفيو، لهذا اللقاء الجميل معكم، أقدر ذلك. وتحياتي لكم وكل جمهور النادي الأهلي. أنا على فكرة متابع لكم ومتابع أيضا للنادي الأهلي، أعشق مارسيل كولر، هو كان فعلا مدربي. وبالمناسبة أود أن أحييه وأهنيه على نجاحاته معكم مع النادي الأهلي. في بعض الأخبار اللي ترددت لوكاس في مصر مع وجود طبعا مارسيل كولر، ومع علاقتك اللي فهمنا منك وبداية اللقاء أنها ما زالت مستمرة بيه أو في تواصل بينكم، في بعض التقارير أو الأخبار ترددت أنه في بعض الوكلاء أو بعض شركات التسويق تواصلت مع لوكاس بودولسكي في محاولة لإقناعه باللعب في مصر تحت قيادة مارسيل كولر. يهمني أعرف منك حقيقة الأخبار، هل حصل فعلا تواصل معك؟ للأسف لا. أنا قرأت هذه الأخبار وشاهدت في هناك صحفيين كثيرين وهناك ناس كثيرة في السوشيال ميديا سألتني بالفعل وتواصلت معي عندما هل أنا سوف آتي للنادي الأهلي، ولكن دعني، الأهلي فريق كبير، فريق عظيم لديه قاعدة جمهورية رائعة ويمتلك كل القوة، وفريق بطولي من يبحث دائما عن بطولة. مارسيل كولر نعم يتصل بي ويتحدث معي ومتاح ايضا للتحدث معي في اي وقت، وهذا شرف لي. هل لو عرض عليك اللعب في مصر ممكن الفكرة تكون مطروحة للنقاش او ممكن تبقى في مساحة للموافقة؟ ولكن السؤال، هل يقبل الاهلي قدومي وانا في هذا السن 38 عام؟ بالتاكيد انت واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره الالمانيه وتتمتع بخبرات كبيره جدا. طبعا القرار مش عندي، القرار عند مارسيل كولر، لكن ده شيء يسعدني انا على المستوى الشخصي، لان واحد انا ام بيج فان بالنسبه للوكاس بودولسكي. كانت صفقه كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي هي الصفقه الكبيره او اللي من العيار الثقيل الوحيده، ولا هتتوالى الصفقات؟ ده واحد من الاسئله اللي لابد انك تطرحها، خصوصا بعد ما تعرف
انه ايدن هازارد نجم طبعا منتخب بلجيكا ونجم تشيلسي سابقا وريال حاليا مرشح وبقوه للانتقال ايضا للدوري السعودي. الكلام مش بس الحقيقه على الكره البلجيكيه، لكن كلام على الكره الافريقيه اللي يمكن ظهرت بشكل مختلف في المونديال الاخير، وخصوصا انه ضيفنا كان واحد من مدير الفنيين الكبار اللي اشتغلوا في افريقيا، تولى مسؤوليه المنتخب الجزائري، وكان قبل كده برضو مدير فني للمنتخب البلجيكي. جورج ليكنز هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه نرحب بيه، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه. شكرا جزيلا على مقدمتك الجميلة، وأنا سعيد جدا بالتواجد في قناتكم في هذا الاستوديو. أتمنى زيارة مصر، ده شيء يسعدنا ويشرفنا، وفي أي وقت بلدنا يعني تسعد بأنك تكون موجود فيها، ويا ريت طبعا لو تشرفنا هنا في قناة الأهلي نكون سعداء جدا بوجودك معنا. خليني أبدأ مع المنتخب البلجيكي، وأنا واحد الحقيقة من المتحيزين للتجربة البلجيكية، وواحد من المحبين والعاشقين لكثير من النجوم البلجيكيين، منهم يعني كاراسكو، منهم إيدن هازارد، منهم طبعا كيفن دي بروينا، وكنت حزين الحقيقة على الشكل اللي ظهر بيه منتخب بلجيكا في البطولة. تفسيرك لده ايه، او تبريرك لده ايه، وهل مارتينيز المدير الفني الاسباني يتحمل وحده مسؤوليه الاخفاق، ولا بتشوف انه دي ممكن تكون نهايه جيل مميز في الكره البلجيكيه؟ لا اعتقد ان هذا الجيل قد ادى اداء سيئا بسبب المدير الفني فقط، ولكن بسبب مدير الفني، وبسبب أن الفريق لم يكن مستعدا لكأس العالم في قطر. الفريق آخر تجمع له كان منذ 3 أو 4 أشهر في دور الأمم الأوروبية، وبعدها تجمع الفريق لمقابلة مصر كما تعرف. الفريق لديه لاعبين كبار، والمفترض أن يكون لدينا أداء كبيرا كذلك، ولكن ما حدث أننا وجدنا العكس. هازارد كان غاضبا، دي بروينا كان غاضبا، الفريق لا يوجد به التجانس المطلوب، الفريق لا يلعب كفريق. فكما رأينا، لا أعتقد أن الأمر خاص فقط بالمدير الفني، ولكن الأمر أيضا خاص باللاعبين وبالمناخ العام بالفريق. أعتقد أنهم لم يؤدوا بشكل جيد، وخصوصا أمام كندا والمغرب. الأمر بطبيعة الحال لست مستحقا للتأهل. كأس العالم في قطر كان رائعا، ولكننا أدينا أداء سيئا. ويمكن يكون واحد من أكثر المدربين اللي معروفين، ولما تشوف شكلهم لازم تعرف اسمهم، المدرب الفرنسي الكبير كلود دوروا، المدير الفني السابق لعدد كبير طبعا من المنتخبات الأفريقية، أبرزهم طبعا كانت تجربته مع منتخب الكاميرون، واللي فيه اثناء الفتره دي يعني واجه المنتخب المصري في مناسبات كتيره جدا. هنتكلم معاه على موضوعات كتيره جدا تخص الكره في فرنسا، تخص كاس العالم، وتخص الحقيقه تصريحات وحرب كلاميه انجاز التعبير مع اهم نجوم الكره الفرنسيه في الوقت الحالي. بدايه طبعا ارحب بيه على شاشه الاهلي واشكره على مشاركته معانا في السادسه. اهلا وسهلا بيك كلود لوروا. شكرا جزيلا لكم. يعني بداية خليني أروح للصحافة الفرنسية، يمكن أبرز العناوين في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة كانت بتتكلم على التصريحات اللي أدلى بيها رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغرييه، والتصريحات دي كانت في معظمها بيهاجم فيها نجم الكرة الفرنسية طبعا زين الدين زيدان والمدير الفني السابق لريال مدريد، قبل ما يتعرض لحملة هجوم مضادة ويقدم بعد كده اعتذاره لزيزو. شفت ده ازاي، وشايف ازاي ردود الافعال على تصريحات لوغرييه؟ انتم تتحدثون عن رئيس الاتحاد الفرنسي، اعتقد انه اخطا. انا اعرفه بشكل جيد، اعرفه بشكل شخصي، واعتقد ان لا يوجد شخص يتوقع ان يهاجم زين الدين زيدان، لانه جدد الثقه مثلا في ديدي ديشون. وزين الدين زيدان هو رجل رائع، رجل مثالي استثنائي،
لهذا لا أعتقد. أعتقد نحن ليس لدينا الحق أن نتحدث على زين الدين زيدان صاحب هذه الجودة في كرة القدم. هي مش بس المنتخب الألماني، هي تقدر تقول كده الكرة الألمانية كلها بشكل عام كرة ليها كل التقدير والاحترام، يعني فيها كل عناصر التفوق، القوة، السرعة، الناحية البدنية اللي على أعلى مستوى، الانضباط التكتيكي، الحالة الجماعية اللي تتمناها في أي فريق كرة. لكن على مستوى المهارة ما كانش فيه. طبعا كل جيل هتلاقي فيه فلتة، يعني في فترة من فترات كارل هانز رومينيجي، في فترة من فترات لوثر ماتيز، في فترة من فترات ممكن تقول مايكل بالك، في ماركو رويس دلوقتي، ونجمنا النهارده كان واحد من النجوم دول الحقيقه اللي انا حبيتهم جدا، حبيت ان انا اتفرج عليهم واتابعهم، بيير ليدبارسكي نجم المنتخب الالماني السابق ومدرب ايضا فولفسبورغ وباير ليفركوزن، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس اللي جاي. خلوني بدايه طبعا وانا واحد الحقيقه كنت من معجبينه، يعني اتفرجت عليه وانا صغير جدا، بس كنت بحب جدا بيير ليدبارسكي وكنت بحب جدا اتفرج عليه. بيير ليدبارسكي اهلا بك على شاشه الاهلي وشكرا على وجودك معنا ومشاركتك في السادسه، اهلا وسهلا. شكرا ومبسوط جدا بتواجدي معكم. في عدد كبير من اللاعبين المصريين زي محمد عماره، زي هاني رمزي، زي محمد زيدان، ياسر رضوان وغيرهم كتير، سمير كمونه، لعبوا في الدوري الالماني. هل في لاعب منهم لفت نظرك، اهم اللاعبين اللي نجحوا في الملاعب الالمانيه، لاعبين مصريين؟ أفضل لاعب طبعا مصري عندنا محمد صلاح، ولكن في الحقيقة عمر مرموش بيلعب كويس جدا، ودلوقتي هو كان بيلعب في فولفسبرغ وأدى كويس جدا جدا، وكان من الناس الملتزمة، كان بيلعب كويس جدا جدا في فولفسبرغ، وانا اظن انه من افضل اللاعبين المصريين في المنتخب الالماني. طبعا يعني نو واي ميد ان نورواي، طبعا الكلام على واحد من اساطير النرويج بقى ومن اساطير كره القدم العالميه دلوقتي طبعا ايرلينج هالاند، ومعانا واحد من نجومها السابقين الحقيقه اللي تالقوا في الدوريات الاوروبيه المختلفه، لعب في انجلترا مثلا لشيفيلد يونايتد ميدلزبرو، ولعب في المانيا في البوندسليغا لاينتراخت فرانكفورت، معانا يان فيورتروفت طبعا نجم الكره النرويجيه السابق، ضفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. برحب بيك، اهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. بل شكرا لكم على استضافتي، وشكرا على شكرا عن جعلتموني استعيد هذه الذكريات الجميله الخاصه باهدافي، شكرا لكم. يعني خليني طبعا ابدا معك، اهم محطاتك واهم اللقطات اللي مش ممكن ابدا تغيب عن الذاكره بالنسبه لك سواء في الملاعب الانجليزيه، انا عارف انك كنت محترف، لعبت في الدوري الانجليزي مع اكثر من فريق منهم شيفيلد يونايتد وميدلزبرو، ولعبت ايضا في الدوري الالماني مع اينتراخت فرانكفورت. أعتقد أن أنني لاعب كرة رحالة، لعبت في كل مكان في النرويج، وعشقت كرة القدم هناك، وكنت أحلم دوما أن أنتقل للبوندسليغا والبريمير ليج، وبالطبع أن أمثل منتخب بلادي النرويج، فبالتالي كان أحب اللحظات لي حينما كنت أحرز هدف للنرويج، وخصوصا ضد بولندا والذي نشرتموه، حينما نزعت قميصي كان هدف التأهل لنا، وجعل موقفنا مرتاحا بعد ذلك، فهذه أفضل لحظة لي في تاريخي.
جون ألدريدج نجم الكرة الأيرلندية وهداف ليفربول في نهاية الثمانينات، هو ضيفنا في السادسة. بداية طبعا بشكرك على مشاركتك معنا، وأهلا وسهلا بك معنا في السادسة. اوكي ثانك يو، شكرا شكرا جزيلا لكم. جون ألدريدج، بداية يهمني أسمع رأيك، وأنت كنت واحد من نجوم ليفربول الكبار والتاريخيين، وخصوصا ليفربول يمكن يكون اكثر الانديه تاثرا بالتجربه السعوديه وانتقال نجوم اوروبا للكره السعوديه. ازاي بتشوف قصه اهتمام السعوديه بنجوم الكبار، وازاي بتشوف قصه انتقال ثلاثه من اهم نجوم ليفربول في الموسم الاخير للعب لصالح الانديه السعوديه؟ اعتقد ان الامر خاص بليفربول، اعتقد ان الامر مؤثر جدا. هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت من اهم الثلاث لاعبين في ليفربول في اخر سنوات، اعتقد ان الامر جيد للكره السعوديه، واعتقد انه جيد لليفربول ايضا للاعتماد على اللاعبين الشباب في الفتره القادمه. لدينا الان على وخصوصا سيظهر اكثر محمد صلاح بجانب اللاعبين الشباب. بمناسبه منتخب بلدك، انت يمكن شاركت مع منتخب ايرلندا في بطوله كاس العالم 94، انا فاكر، يمكن، وكان ليك وقعه شهيره جدا اثارت حاله جدل، تغيير لمنتخب ايرلندا، كنت واحد من الاسماء اللي هتدخل ارضيه الملعب، وحصل يعني مش عارف اشتباك، مشكله بينك وبين حكم المباراه، ولكنك نزلت في الوقت ده وقدرت تغير انت والزميل بتاعك، التبديلين اللي نزلوا في التوقيت ده قدرتوا تغيروا من سيناريو المباراه. فاكر القصه او فاكر الوقعه دي؟ نعم بالطبع كانوا لا يريدون ان يشركوني في ملعب المباراه. انا اردت ان اشترك، كان يفترض ان اشترك مع جيسون ماكاتير، والحكم قرر ان لا يجعلني انزل، وكنت غاضبا كثيرا، وقام بالعراك مع دكه البدلاء، ولكني نزلت وجيسون صنع لي الهدف، واحرزت هدفا امام المكسيك في دور المجموعات، وكان هدفا طائرا، كان هدفا جيدا لي، ولكن كانت نهايه سعيده، فقد تاهلنا. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. ده ميغيل انخيل نادال، نجم من نجوم برشلونه السابقين ومنتخب اسبانيا، وكان يمكن في فتره قضاها فريال مايوركا. حبينا نتكلم معه أكتر على قصة كأس العالم ومواجهة المصرية الإسبانية، مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد، وخصوصا طبعا بما أنه كان نجم سابق في ريال مايوركا، ودي المباراة الأخيرة اللي لعبها ريال وخسرها بنتيجة 1-0، وأيضا طبعا واحد من نجوم برشلونة، وبرشلونة الحقيقة يمكن في مباراته في كأس سوبر الإسباني أمام الريال أظهر كتير من نقاط الضعف في ريال مدريد. حبينا نتكلم قوي معاه عن فكرة المواجهة وعن حالة الريال وعن الغيابات اللي ممكن أو قد تكون مؤثرة في صفوف الريال. أشكرك على مشاركتك معنا ميغيل أنخيل نادال، وأهلا بيك على شاشة الأهلي، أهلا بيك في السادسة. شرف لي أن أتواجد معكم، شكرا. يعني بداية خليني أعرف إزاي بتبصوا لمشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الحالية اللي تستضيفها المغرب، رؤيتك أنت شخصيا لمواجهة الريال في ظل غيابات متعددة لأعمدة الفريق الأساسية في الفترة الأخيرة في مواجهة الأهلي المصري المعتاد دايما على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. تعويض هذه الغيابات هو أمر صعب، ولكن ليس بالطبع أن تمتلك قائمة كاملة من اللاعبين هو أمر مثالي لأي فريق، ولكن ريال مدريد بطبيعة الحال ريال مدريد يعاني من غيابات مؤثرة للغاية، ومن الطبيعي أن يتذبذب مستوى الفريق ويتراجع قليلا بسبب هذه الغيابات الكبيرة، ولهذا أعتقد أنه من الواضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك فوارق في المستوى بسبب هذه الغيابات، ولكن الفريق عليه أن يخوض المباريات وينافس على الألقاب مع البرشلونة. هو أنت كأسباني هتميل أكتر أنك أنت تشجع ريال مدريد، ولا كبرشلوني تتمنى خسارة الريال قدام الأهلي؟ No.
لا أنا محب للرياضة بطبيعة الحال، أريد أن يفوز الأفضل، الفريق الأفضل يفوز في الملعب. أنا لعبت في برشلونة ولكني لست معادي للريال بطبيعة الحال، بما أنني لعبت لبرشلونة أتمنى أن يقدم بطبيعة الحال مباراة طيبة، وأعتقد ولكني أعتقد أنه من الرياضة بالنسبة للرياضة الإسبانية النتيجة مهمة للريال وللفريق ولكني بما أني إسباني أتمنى فوز الريال مدريد، ولكن إذا كان المنافس أفضل فسنحييه على الفوز. نجمنا النهاردة وضيفنا في السادسة هو دومينيغوس باسينسا. بداية طبعا برحب بيك وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا بيكو، أنا متشرف جدا أن أنا معكو في قناة الأهلي النهاردة. طيب بداية خليني أبدأ كلامي معاك عن الدوري السعودي من بوابة رونالدو، لأنه الحقيقة في تقييمك أول لتجربة رونالدو في تاني مواسم ليه مع فريق النصر السعودي، وهل بتشوف أنه قصة رونالدو هتكون نهايتها في السعودية، ولا من الوارد أنه يعود مرة أخرى لأحد الدوريات الأوروبية؟ أنا شايف إن هو فتح كل البوابات للناس كلها لما راح السعودية، وبالتالي هو فتح مجال لكل اللعيبة الدوليين إن هم يتواصلوا ويروحوا هناك بعد خوف كبير، وطبعا كلهم لعيبة كبيرة في أوروبا، وإن هم يروحوا هناك في السعودية دي حاجة جريئة جدا، وطبعا كلهم بيروحوا بسبب كريستيانو رونالدو، وطبعا الكرة هتتحسن كتير قوي هناك. هل من الممكن انتوا يعني نظرتكم طبعا وانت واحد من نجوم الكرة البرتغالية، فلما نتكلم على المنتخب البرتغالي، هل مازال اسم كريستيانو رونالدو رقم مهم في معادلة المنتخب البرتغالي، وهل ممكن نراهن على كريستيانو رونالدو مع البرتغال حتى مونديال أمريكا مكسيك كندا 2026؟ مش بالفعل كده، هو دايما لازم ان احنا نشوف الموضوع بيبقى اغرب من ان احنا ممكن نتخيل في اللعيب نفسه. يعني كريستيانو رونالدو بيعمل فرق كبير جدا مع الفريق البرتغالي، وهو مازال ايقونه كبيره جدا في البرتغال، ودلوقتي طبعا بيقدم كوره ممتازه مع العرب في السعوديه. والموضوع دلوقتي ان كريستيانو رونالدو هو يعني جزء كبير جدا مهم في السعودية، وهو هيعمل حاجة ممتازة جدا، وطبعا احنا ما زلنا بنثق فيه وما زلنا بنثق في المهارات بتاعته بتاعت كريستيانو رونالدو. أندريا ستراتالوني هو ضيفنا حاليا في السادسة، مدير فني سابق طبعا لنادي انتر ميلان وأودينيزي السابق، هيكون معنا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. بداية طبعا بشكره على مشاركته معنا، وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي. في البداية أود أن أشكركم على تواجدي معكم هنا وأن أكون ضيفا لكم اليوم. بداية إزاي بتشوف فترة مانشيني وتولي إدارة المنتخب الإيطالي؟ هل بتشوفها مرحلة يعني ممكن نصفها بالمرحلة الناجحة، ولا كانت متوسطة، ولا رحيله كان منطقي بالنسبة لك، ورأيك في انتقاله لتولي مسؤولية المنتخب السعودي؟ يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا، مانشيني قاد المنتخب الإيطالي في فترة صعبة جدا بعد عدم تأهل لكأس عالم، فمانشيني كان عليه أن يفتح مرحلة جديدة مع المنتخب الإيطالي، وليس فقط مرحلة تاريخية، وإنما أن يبدأ بأسلوب وطريقة لعب مختلفة عما كان من ذي قبل. لديه كيزا، جورجينيو، لاعبين ذوي جودة عالية،
ولهذا السبب أردنا أن نفوز بأمم أوروبا، ولهذا كان مهما أن نفوز على إنجلترا ونتغلب على إسبانيا، ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الوصول لكأس العالم بقطر. كانت مباراة غير محظوظة أمام مقدونيا. أعتقد أن مانشيني هو من أفضل المدربين في التاريخ، هو صديق مقرب لي، هو واسباليتي أيضا، واسباليتي من أفضل المدربين في إيطاليا، وأستطيع أن أقول أنه الأفضل ليقود الكتيبة الإيطالية الآن. يلعب كرة قدم جميلة، ويجب علينا أن ندعمه في الفترة القادمة ليذهب إلى أمم أوروبا. ولكن بالطبع مانشيني نحن فخورون به أن يكون لدينا مدرب إيطالي في السعودية يقود المنتخب السعودي في منافسة قوية باستثمار كبير كما نراه الآن. بالطبع نحن فخورون به، سواء كونتي أو مانشيني أو إنزاجي، نحن فخورون بكل مدربينا. إنها مدرسة إيطالية، فبالتالي أتمنى الحظ السعيد لروبرتو مانشيني. وهو واحد من نجوم الأرسنال التاريخيين، نايجل وينتربيرن، نجم الأرسنال ونجم وست هام ونجم منتخب إنجلترا السابق، هو ضيفنا دلوقتي في السادسة. بداية طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معنا، ودايما أهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. Thank you for inviting me. لا، شكرا لكم على دعوتي هنا. يمكن لقطة كده من لقطاتك في ملاعب إنجلترا وتألقك مع جيل ذهبي في الأرسنال، يمكن جيل عود جماهير الأرسنال ومحبين وعشاق الأرسنال دايما والجانرز على الوصول لمنصات التتويج. يهمني أبدأ معاك من نسخة الأرسنال بقيادة أرتيتا، وهبدأ معاك قبل ما أتكلم على الموسم الجديد، إزاي شفت نسخة الأرسنال في الموسم الأخير، وإزاي شفت قدرته على المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية البريمير ليج؟ أعتقد أن أرسنال، أن جماهير أرسنال ستكون سعيدة بما رأته في الموسم الماضي، وكان أمرا مخيبا للآمال ما نراه ألا يفوز بالبطولة. أعتقد أن الإصابات التي حلت بالفريق أثرت على مستوى الفريق في النصف الثاني من الموسم. أعتقد أن كان يجب عليهم الفوز بالدوري الإنجليزي، ولكن ما رأيناه من مباريات صعبة خصوصا ضد ويست هام، وبعد ذلك ضد ساوثهامبتون كلفت أرسنال فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في النهاية. يساري مهاري نجم كبير سواء في أتلتيكو مدريد أو طبعا في فالنسيا. صحيح كان نجم في أتلتيكو مدريد، لكن في فالنسيا يعني الاسم والشهرة والنجومية كلها الحقيقة ميغال أنخال ميستا، نجم طبعا فالنسيا وأتلتيكو مدريد السابق، وضيفنا دلوقتي في السادسة. يعني خليني أرحب بيه في البداية، وبشكرك كل شكر، أهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. إنه لشرف لي أن أتواجد معكم، وأنا سعيد للغاية باستعادة ذاكرة الأيام الماضية كلاعب والأهداف التي سجلتها. لعبت الاثنين من أهم وأكبر الأندية الأسبانية، فالنسيا وأتلتيكو مدريد، التجربة الأفضل بالنسبة لك إيه؟ حسنا، لا أقول أن تجربتي مع فالنسيا، لأننا حصدنا 4 ألقاب خلال 5 سنوات وهو أمر رائع بالتأكيد. لقد لعبت مع جيل رائع للغاية ومدرب جيد مثل رافا بينيتيز، المدرب الشهير الذي قادنا للقمة وقمة النجاح. ولهذا أعتقد أنه بدون أدنى شك تجربتي مع فالنسيا هي الفترة التي لا يمكن أن أنساها. ليه ابتعد فالنسيا من وجهة نظرك؟ يعني أنت كنت في جيل حقق ألقاب كتير لفالنسيا، وهو من الأندية اللي بتظهر وتختفي، ليه غاب فالنسيا لفترة طويلة عن تحقيق البطولات والألقاب؟
الوضع الاقتصادي تغير كثيرا في النادي وبشكل خاص في إسبانيا. هناك ما يسمى في إسبانيا بالضبط الانضباط الاقتصادي وقواعد اللعب المالي النظيف، ولهذا الفريق يعاني، النادي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة. ولحسن الحظ أن الفريق استطاع أن يصعد الكثير من اللاعبين الموهوبين من الفرق الناشئين، لأن الأمور الاقتصادية باتت أصعب عما كانت في فترتي. بالنسبة لي أنا الكرة في إيطاليا هي الأصل والباقي كله تقليد. والدوري الإيطالي في فترة من الفترات يمكن قدم أكتر كرة ممتعة على مستوى العالم، وقدم تقريبا اهم الاسماء اللي جت في تاريخ كره القدم لعبت كره في ايطاليا مع كبار ايطاليا الانتر واليوفي والميلان. معنا واحد طبعا من اساطير الكره الايطاليه، بطل العالم 1982 ونجم من نجوم نادي اليوفنتوس. جيل الحقيقه كان جيل عظيم جدا، دينو زوف، بيرجومي، فرانكو باريزي، التوبيلي، كارلو انشيلوتي، انطونيو كونتي، وطبعا نجمنا النهارده في السادسه أنطونيو كابريني اللي بيشرفنا طبعا بمشاركته معنا في السادسة. بداية طبعا أهلا وسهلا بيك، شرف لينا أنك تكون موجود معنا على شاشة الأهلي. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا. طيب خليني أبدأ معاك الحقيقة بالمنتخب الإيطالي، وبداية إزاي بتشوف النهاردة؟ طبعا في جولة مهمة جدا في تصفيات اليورو، ومواجهة كلاكيت تاني مرة بعد نهائي يورو الأخير اللي تواجد بيه إيطاليا بين إيطاليا وإنجلترا. إزاي بتشوف المواجهة دي، وإزاي بتشوف نسخة إيطاليا تحت قيادة سباليتي؟ مواجهة صعبة جدا بالنسبة لي. أقول لكم بشكل عام أن تاريخ إيطاليا حافل بالانتصارات والفوز على منتخب إنجلترا. الشباب الإيطاليين أستطيع القول بأنهم يستطيع أن يفعلوا المعجزات في هذه المباراة. فأنا أعتقد أن المباراة المقامة على ملعب دييغو مارادونا هي مباراة صعبة جدا. سينيور كابريني اسمح لي بس قبل ما أوصل الحوار معاك، أنا طبعا لسه كنت بتكلم على نجوم إيطاليا في كأس العالم 82، النسخة اللي أنت شخصيا وزمايلك توجتوا بيها، ولفت نظري البوستر اللي في الخلفية اللي متعلق وراك على طول، بوستر إسبانيا 82. لازم أسألك على البطولة، ولازم أسألك على الجيل ده، وأهم ذكرياتك في بطولة كأس العالم 82. لا أعرف حقيقة ماذا يمكن أن أقول، ولكن هي ذكريات خالدة لا تنسى، أسماء عريقة في اللغة، في الكرة الإيطالية أسماء عريقة نسمعها لا نسمعها تتردد الآن، كما قلت لكم مثل باولو روسي وغيره من اللاعبين الكبار الذين حملوا إيطاليا على أكتافهم. أنا فعلا منزعج بما يحدث الآن لإيطاليا عندما ننظر إلى هذا المونديال، وإلى الآن نجد فروقا شاسعة. ولكن أقول لكم أنه يمكن أن نعيد الأمجاد من جديد، ليس شيئا مستحيلا. أنا دائما أستعيد ذكرياتي وأحاول أن أتحدث مع أصدقائي الذين شاركوا معي في المونديال وكانوا في إيطاليا آنذاك، لكن كانت إيطاليا فريق عملاق، كان فريقا عملاقا. كيف يمكن أن نعيد إلى إيطاليا أمجادها من جديد، لا سيما وقد رأيناها مؤخرا في هزائمها ولم تصعد إلى كأس العالم. لذلك أنا أحتفل دائما بهذه الذكريات، أقول عنها دائما أنها ذكريات خالدة في الذهن. محظوظ لما تكون بتلعب لمنتخب من أقوى منتخبات في العالم، وفي نفس الوقت النادي من أقوى الأندية في العالم، وتكون دايما مرشح لتحقيق الألقاب. دي باختصار شديد يمكن جزء من مسيرة ويلي سانيول، نجم منتخب فرنسا السابق وطبعا نجم من نجوم بايرن ميونخ
واحد من هدافين الفريق، صاحب اهداف مميزه الحقيقه، وحاليا هو بيتولى مسؤوليه المدير الفني لمنتخب جورجيا. خلينا نستقبله ونرحب بيه معانا في السادسه. طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي ويلي سانيول، نجم فرنسا ونجم بايرن ميونخ. شكرا جزيلا، شكرا لدعوتكم ليا. يعني خليني ابدا من اخر المحطات، توليك لمسؤوليه الاداره الفنيه لمنتخب جورجيا، بتشوف المرحله دي ازاي؟ طموحاتك ايه مع منتخب جورجيا سواء في تصفيات اليورو او تصفيات المؤهله لكاس العالم؟ أنت تعلم أن المنتخب جورجيا ليس بفريق كبير على المستوى الدول الأوروبية في عالم كرة القدم، ولكن طبعا لدينا الفترة القادمة هي تصفيات كأس الأمم الأوروبية، سنقابل منتخبات قوية مثل من إسبانيا والعديد من المنتخبات الصعبة والمباريات التي تكون صعبة، ولكن نحن في شهر 3 سنسعى أن نقوم بأقوى ما لدينا، وأن نكون مستعدين أيضا إذا وصلنا لكأس للصعود لأمم أوروبا، سيكون صعود تاريخي. يوم الاثنين اللي جاي في اهتمام كبير كان من صحافة البرازيل بتخطي الأهلي للاتحاد، وبالتأكيد هيكون مؤثر فكرة أنه الأهلي يتخطى الاتحاد ويقدم عرض كبير وثلاثية، أعتقد بشكل كبير هتغير من طريقة أو نظرة فلومينينزي لمواجهة الاثنين المنتظرة. خلونا نتكلم أكتر عنها مع باولو وانشوب، نجم فريق مانشستر سيتي وويست هام ومدرب منتخب كوستاريكا السابق، وضيفنا النهاردة في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية برحب بيك وبشكرك على المشاركة معنا. أشكركم على هذه الاستضافة، إنه لشرف لي أن أكون معكم وأن أتحدث عن ما يتعلق بشغفنا هو كرة القدم، وأشكركم على هذه الدعوة. يعني بداية تعليقك على نتيجة مباراة الأمس، اتحاد جدة اللي بيستضيف طبعا النسخة الجديدة أو نسخة 2023 من مونديال الأندية في ملعبه وسط جمهوره، مدجج بكتيبة كبيرة من النجوم الحقيقة اللي على أعلى مستوى. فوز كان بالنسبة للكثيرين مفاجأة، بالنسبة لنا إحنا كان منطقي ومتوقع. إزاي شفت مباراة امبارح أو النتيجة اللي انتهت ليها مباراة امبارح وتفوق الأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-1؟ بالنسبة للعالم إذا كان تفاجأ بهذه النتيجة، لأنه ينظر إلى الاتحاد على أنه فريق مضجج بالنجوم، ولكن إذا شاهدنا أو إذا نظرنا إلى تاريخ الفريق المصري الأهلي، فأنت تتحدث عن فريق عظيم، فريق يمتلك تاريخ عريق ولديه خبرة كبيرة في هذه البطولة، ولهذا على المستوى الشخصي أعتقد أن النتيجة طبيعية. نادي بهذا الحجم وهذه التقاليد وهذا التاريخ ويستطيع أن يمر في مونديال الأندية، ولكن العالم ينظر إلى الأمر بنظرة المفاجأة بالنظر للاعبين الكبار الذين يمتلكهم الاتحاد في صفوفه. على الناحية الثانية، إزاي شفت تفوق فريق أوراوا ريد الياباني على كلاب ليون المكسيكي وتأهله لمواجهة مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي؟ أعتقد أيضا أن أوراوا ريدز فريق جيد، أيضا استطاع أن يتأهل للدورة التالية في هذه البطولة، سيكون منافس قوي لمانشستر سيتي، سيواجه فريق مؤهل بالطبع بالحديث عن مانشستر سيتي بطل إنجلترا. الطبيعي أن مانشستر سيتي أن يصل النهائي، ولكن الجميل في كرة القدم هو أن الاستراتيجية الجيدة خلال المباراة قد تساعدك أن تحدث المفاجأة، ولكن أعتقد أن مانشستر سيتي بطبيعة الحال هو المرشح الأوفر حظا للفوز والوصول للنهائي. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني.
احنا كأهلي ما فيش قدامنا غير البطولة، غير اللقب، غير حلم المركز الأول، وعشان كده بيكون في المشوار ده تفاصيل كتيرة جدا، مهم جدا انك تقف عندها تقرأ ما قبل الأحداث وتحلل حتى ما بعدها، ومن خلال قائمة طويلة جدا من الضيوف ومن الخبراء والمحللين والمتخصصين كان لينا لقاءات على مدار السنة دي شفنا وقفنا فيها مع أهم اللحظات الفارقة في مشوار ناجح كان للنادي الأهلي. تعالوا نشوف جزء من آراء ضيوفنا وتحليلاتهم لمشوار النادي الأهلي. مبروك مبروك لكل الأهلوية، مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة. ما خدناش بس غير 24 ساعة عقبال ما رجالة الأهلي وحوش الأهلي راحوا جابوا الكاس من كازابلانكا وجه هنا في استوديوهاتنا في مدينة الإنتاج الإعلامي عشان يكون موجود على شاشة الأهلي احتفالا طبعا مع جماهيره العظيمة اللي هي الحقيقة يعني السبب الأول في انتصارات وأمجاد النادي الأهلي على مدار سنين. هو ده الحلم، هو ده اللي بيحلم بيه ملايين الجماهير في كل أنحاء أفريقيا، هو ده اللي أندية كتير جدا بتسعى وبتسخر كل إمكانياتها وبتخطط وبتصرف عشان تحقق اللقب الغالي ده، أهم ألقاب القارة الأفريقية على مستوى الأندية، كاس دوري أبطال أفريقيا. هو ده اللي الأهلي شالوا ورفعوا 11 مرة، منهم 3 مرات في آخر 4 مواسم. أنا شخصياً شلت الكاس ده واحتفلت بيه معاكم هنا في السادسة 3 مرات أثناء وجودي مع جماهير النادي الأهلي على شاشة الأهلي المحترم. أهلاً بيكم مرة تانية، أعظم جماهير نادي في الكون. والبطولة دي على فكرة كمان بتأكد على حاجة مهمة جداً، أنه الأهلي يغرد أفريقياً منفرداً، لأنه الفرق بينه وبين كل المنافسين أو أقرب الناس تحقيقاً لنفس البطولة بعيد جداً. حط كل كبار القارة في كفة والأهلي في كفة تانية، مازيمبي، الزمالك، سان داونز، ترجي، الوداد، الرجاء، كل دول حقيقة بعيد جداً جداً عن الرقم 11، البطولة اللي حققها الأهلي بس من 48 ساعة. احتفالات جماهير النادي الأهلي العظيمة وفرحتهم مستمرة، وبنحتفل وبنكمل فرحتنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار الحقيقة، كابتن هاني العجيزي، بيشرفنا النهاردة في السادسة. كابتن هاني مساء الخير ومبروك، ألف مبروك طبعا على اللقب الجديد والبطولة الجديدة للنادي الأهلي. مساء الخير أبو حميد، أنا مبسوط إن أنا موجود معاك، وحشني، وطبعا عايز أبارك لجمهور النادي الأهلي على البطولة 11، بطولة غالية، بطولة مهمة وبطولة صعبة جدا، من البطولات اللي النادي الأهلي خدها بصعوبة، ودي ميزتها، يعني دي ميزتها إن النادي الأهلي خدها، ويعني كان الناس كلها ما فيش شبه أمل إن النادي الأهلي ياخد بطولة. فالحاجة الوحيدة، الحاجة لما بتيجي وهي صعبة بيبقى لها طعم كبير. فطبعا أنا ببارك لجمهور النادي الأهلي كله، وببارك لمجلس الإدارة، وببارك للعيبة اللي تعبت، ببارك للجهاز الفني. اي حد ينتمي للنادي الاهلي بقول له الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نفكر في ال 12 باذن الله ان شاء الله. الذكريات واللقطات البسيطه دي مع كابتن احمد ناجي رجعتنا مشوار طويل، ويمكن هو شخصيا راح بخياله وافتكر حاجات كتيره جدا مره ثانيه. كاس العالم طبعا. مشوار طويل يا كابتن احمد برده مع يعني حراس المرمى كلاعب ومدرب، ومع طبعا يعني جول كيبرز في أندية كتيرة ومع منتخبات كتير. يعني لا مش كتيرة، هو يعني أنا اشتغلت في النادي الأهلي 23 سنة. أيوه. 10 سنين في القطاع و13 موسم مع الفريق الأول. أيوه. وبعد كده اشتغلت. مين طلع مع كابتن أحمد ناجي في ال لا كل اللي يجي على بالك طلع معاه. كله مفيش حد ما عداش. حد ما جاش. بعد كده طلعت بره مصر سنتين ثلاثة في إيران مع مستر مانويل. أيوه. ومع نبيل معلول وراسفال لوسيسكو في قطر، وبعدين رجعت على المنتخب 6 سنين فيهم 2 بطولة أفريقية وكاس عالم، وبعدين رجعت على نادي سموحة سنتين وشوية، وبعدين سيراميكا. يعني الرحلة ما فيهاش أندية كتير، 3-4 أندية لكن فيها النادي الأهلي 23 سنة، يعني مدة اعتز بيها جدا. كات مفيش راحة للجهاز الفني عن الداخلية، شايف التجربة دي ازاي؟ وايه كانت اسباب الابتعاد عن الداخلية انت وكابتن رضا شحاتة؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا شايف ان احنا الحمد لله من الناحية الفنية احنا الحمد لله نجحنا بشكل كبير جدا في التجربة بتاعت نادي الداخلية. شايف ان احنا يعني احنا اشتغلنا في اوقات كتيرة جدا
حاجات مش بتاعتك يعني. انت دخلت الفرقه ودخلت اشتغلت في بدايه الموسم مع 10 لعيبه، اللعيبه اللي هي صعد بالفرقه تمام، وكان في الفتره ديت لسه الدوري اللي فات ما خلص. فانت كان بالنسبه لك كان عندك صعوبه جدا ان انت تتعاقد مع لعيبه او ان انت تبدا تكلم لعيبه، ان اللعيبه وهي شغاله في الدوري مركزه انا هخلص هنا محدش فاضي. هكمل ولا همشي. أيوه. زائد ان انت برضو كان زائد انك انت بتتكلم وفي 10 غيرك بيتكلموا برضو بالظبط، وانت كمان يعني المتاح بالنسبه لك محدود جدا في الماديات. فانت فاكيد اللي بيتكلم معاك هو مش حطك رقم واحد، اكيد حطك بعد العروض اللي هتبدا يتفاوض معاها او يبدا يتكلم فيها. واحد يمكن من اهم الاظهره اللي جم في تاريخ الكره المصريه في فتره الثمانينات دي، بعتبرها واحده من اهم الفترات توهجا على مستوى المواهب. في كل مركز من مراكز الملعب تلاقي لاعب موهبه ممكن يكون عملة نادرة. الحقيقة أنا يمكن لما كنت بعمل فقرة الحريف في السادسة كان واحدة من الحلقات اللي قدمتها كانت عن النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. مهارة ولا أروع، لياقة بدنية، قوة، قدرات، انضباط، تكتيك على أعلى مستوى، للدرجة اللي تخليك تقول أنه لو ربيع ياسين بيلعب النهاردة كان يستحق يكون موجود في واحد من أهم وأكبر الأندية على مستوى العالم. بيشرفني جدا وجود النجم الكبير كابتن ربيع ياسين معنا في حلقة النهاردة من السادسة. عندي موضوعات وملفات كتيرة جدا، أرجو أن الوقت يسعفنا أن احنا نتكلم فيها. نرحب بيه في البداية كابتن ربيع، مساء الخير ومنور الدنيا. يا أستاذ حمزة حضرتك منور، وأنا سعيد جدا معاك وفي قناة النادي الأهلي طبعا، وموفق دايما وبالتوفيق وإلى الأمام دايما. أهم اللحظات أو اللقطات اللي مش ممكن ينساها كابتن ربيع ياسين؟ هو مشوارك كله مع النادي الأهلي طبعا. النادي الأهلي يعني كيان كبير جدا، أي حد يتمنى في مصر أو أي يتمنى في حتى شمال أفريقيا أو أفريقيا كلها إنه يلعب في النادي الأهلي. بتشوف النهاردة يعني كيان كبير جدا محترم، يعني حاجة عظيمة جدا، نتائج، تنسيق، إدارات، تنظيم، كل حاجة، روح، تركيز، التزام، كيان بيعمل إضافة كبيرة جدا لما يكون كويس واقف لمنتخب مصر في نتائجه. طبيعي جدا لما النادي الأهلي بيمشي كويس يبقى منتخب مصر ليه كويس. مبروك لكل الأهلوية عودة درع الدوري العام لبيته، لمكانه اللي تعود أنه يكون موجود فيه منذ نشأة البطولة. البطولة رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي، وهي بطولة استثنائية وهامة بعد ما فقدنا اللقب على مدار موسمين لأسباب كتيرة جدا مش عايزين نتكلم فيها. استعاد الأهلي، والأهم أنه عن جدارة وعن استحقاق بطولة الدوري اللي قدم فيها واحد من أفضل مواسمه على مدار التاريخ، وحقق فيها الموسم ده أرقام قياسية بالجملة. يعني مفيش جديد، كالعادة الأهلي جامد بزيادة. ثلاثية حمراء الحقيقة في شباك الزمالك فرحت الحقيقة كل الأهلوية. ونبارك بداية لأصحاب الفرح، جماهير النادي الأهلي العريضة، جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي دايما حاضرة ورا فريقها في الاستاد، والملايين اللي بيتابعوا وبيشجعوا النادي الأهلي حتى من ورا الشاشات أو حتى على صفحات السوشيال ميديا. مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم. حقيقي امبارح كان عرض أكتر من رائع، عرض في توقيت مهم جدا، والمكاسب تتخطى بكتير فكرة أنك تاخد 3 بونت في سباق الدوري او انك انت تكسب الغريم التقليدي نادي الزمالك وتبعده وتصدر له مجموعه من الازمات والمشاكل اللي اعتقد انها هتكون صعبه قوي انها تتخطاها. الاهم هو التوقيت، في توقيت مهم جدا وتوقيت حساس جدا قبل ما تروح كاس العالم. بعتقد وبعتبر انه ماتش امبارح هو الاختبار الاصعب لمارسيل كولر. الحمد لله الاهلي بدأ بدايه موسم ولا اروع، في بدايه الموسم كسوبر، الوصول لنهائي كاس مصر النسخه القديمه والاستعداد والتحضير لمواجهه بيراميدز فيما هو قادم يعني من مواعيد، ثم التفوق والصداره باكتساح وباقتدار في بطوله الدوري، وباذن الله تفصلنا ايام عن مشاركتنا الثامنه في نسخه جديده من كاس العالم للانديه. استقبال طبعا VIP، لقطات من استقبال بعثة النادي الأهلي في المغرب. بداية طبعا تحية لكل الأهلاوية اللي بدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة، أهلا وسهلا بكم. اليوم الحلم، اليوم المنتظر، خلاص يفصلنا عنه 48 ساعة، رحلة سريعة جدا هناخدكم فيها للمغرب ونطمن على تاني أيام البعثة اللي كانت النهاردة يمكن أجواء عاصفة
يعني النهارده كان يعني رغم انه الجو ابتدى كويس وكانت يعني الاجواء مشمسه زي ما بيقولوا، لكن بعد كده قلبت بقى عواصف ومطر وتلج وقصه وحكايه وروايه. لكن هنطمن بالتاكيد على مدار حلقه النهارده على بعثتنا وتاني ايام استعدادها و48 ساعه قبل مواجهه اوكلاند في المباراه الافتتاحيه. تحية النهاردة عالمية للأهلاوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة. أهلا وسهلا بكم. اقتربت ساعة الصفر، 24 ساعة بالتمام والكمال بيفصلونا عن مواجهة بكرة إن شاء الله اللي هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والأهلي يضع لمساته الأخيرة في تمرينته الأخيرة قبل مواجهة أوكلاند سيتي. أنا النادي الأهلي نادي كبير صاحب بطولات وبيلعب على كل البطولات دي، لازم تبقى جوه اللعيبة أكيد ما موجود، بس لازم كانت موجوده معانا في الهلال وكانت موجوده معانا في فلازم تبقى موجوده وما تقلش ثقتها ابدا جوانا. تتوقع تشكيله في تغيير في تشكيله ماتش الداخليه؟ في أكيد. اسماء ممكن اكيد ما هو دي بقى النقطه الثانيه، او في تانية. اسماء انت مستنيها تظهر في مباراه الداخليه؟ هي دي بقى اللي انا مستنيه، يعني انا مستني النهارده حته التدوير في الفتره الجايه دي عشان خاطر نوصل اللعيبه لحال الاستشفاء اللي يروحوا لماتش القطن بشكل كبير، ويروح بعد كده لماتش سان داونز بشكل كبير بشكل استشفائي كويس، يكون النهارده رايح نفسه موجود جسمه قادر يشيله ما يكونش مجهد. فالنهارده محتاج النهارده لازم يبقى في تغيير كبير جدا في النادي الداخلي. يعني ايه ذكاء اصطناعي وايه هو علاقته بالرياضه عموما وبكره القدم خصوصا؟ خلينا نقول ببساطه الذكاء الاصطناعي هو محاوله محاكاه العقل البشري، ولكن بنختار هنا بقى العقل البشري بيبقى عندنا القدره ان احنا نختار انهي الاكثر تميزا. ايوه من خلال تعليم الاله او من خلال الالات المختلفه يعني او من خلال استخدام التقنيات التكنولوجيه. يعني مثلا احنا عندنا واحد من امهر الناس دلوقتي ميسي، فان احنا ازاي نقدر نحاكي عقل ميسي من خلال الاله في ان احنا نطور لعيبه كتير. محمد صلاح طبعا ونجمنا العظيم محمد صلاح اللي بنبارك له وبنبارك لمصر كلها انه اصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج عبر التاريخ كله، يعني ده حاجه الحقيقه يعني مبروك لمصر كلها هذا الشاب الرائع. يعني ازاي نقدر نحاكي عقليه محمد صلاح في من خلال استخدام التكنولوجيا او من خلال استخدام الاله؟ ده ببساطه او تبسيط بسيط جدا لفكره الذكاء الاصطناعي، هي محاوله محاكاه العقل البشري، ولكن بقى بنختار مين العقل البشري، فبنختار الشخص الاكثر يعني خبره بالظبط كده. ممكن ناخد ميكس بقى، يعني ممكن نعمل ميكس نبقى عندنا ميسي، عندنا رونالدو، عندنا صلاح، عندنا مبابي، عندنا كثيرا من المبدعين، نقدر ندخل ده كله في زي ما بيقولوا كده مفرمه. أيه. ونطلع المعارف اللي عندهم كلها والخبرات اللي عندهم في ان احنا نساعد في التطور ان احنا نطلع لاعب متميز. ملحمه كرويه ينتظرها عشاق النادي الاهلي النهارده، وملحمه تكتب في اللحظات دي في استاد القاهره من جماهير النادي الاهلي. 50,000 مشجع اهلاوي في ظهر لاعبتنا وفرقتنا النهارده في مواجهه الوداد الاهلي بقياده مارسيل كولر الذي اقنع وامتع جماهير النادي الاهلي واثبت جدارته حقيقه في قياده المارد الاحمر في مشوار اكثر من ناجح في بطوله افريقيا النهارده في مواجهه الوداد المغربي في مباراه الذهاب للنهائي. انا شايف انه وصلنا الحمد لله لمرحله انه الجميع متفاهم وعارف ومدرك قد ايه هو قيمته، قد ايه بتعلى في النادي الاهلي، وقد ايه ان تيشرت النادي الاهلي يستحق انك تبذل مجهود كبير جدا جدا عشان تبقى موجود في على الاقل حتى التشكيل 18 اللي موجودين، اللي بره زي اللي جوه. انا شايف ان الناس كلها بتشتغل الحمد لله بشكل رائع جدا جدا عشان يقدر يبقى متواجد وفي الصوره. هي بقت لعبه وكلاء، الوكيل يعرف يعمل سي في لاي لاعب لعب ويقدمه لك في صوره الهداف وصوره اللعب في البرازيل ولعب في انجلترا ولعب في المغرب واحترف في اسكندنافيا واحترف، ويبتدي يديك المردود اللي انت تقول حتى لو جبته وعمل مشاركات بقى سبورتنج ليا انا في حاجات انا محتاجها في الاماكن دي، اقدر بعد كده اعمل له ريسيل لاي حته ثانيه، اعاده بيع لمكان عنده ريبيتيشن، عنده سمعه. امام عاشور على اعلى، بس امام برده خد شويه في مباراه الاتحاد العاصمه. بقول لك النادي الاهلي او اي محتاجين اللعيب اللي يجي ده من اول مباراه يطلع نار، لكن محتاج وقت يا جماعه. النقله دي من اي نادي لنادي ثاني بتاخد وقت شويه. اعرف اللعيب ده تحركاته ازاي، انا بلعب جنب دلوقتي
جنب مروان، جنب أفشة، جنب رضا سليم، أول مرة نلعب جنب بعض، لسه مش عارف هو بيفكر ازاي، لما اجي له هتحرك له ازاي، هو هيتحرك لي ازاي. الحاجات دي بتاخد وقت شوية، محتاج وقت. فمش عايزين نحكم على اي لاعب او كان سلب او بالإيجاب ان هي صفقة فاشلة او صفقة ناجحة. ساعة ما جه كولر ويبقى فيه كان فيه نظام، النظام ده بعد فترة عرف الثقافة بتاعت اللاعب بتاعنا والجو بتاعنا وازاي اللاعب يقدر يبنوه ويطوره، هو ماشي على نظام وسيستم معين والنظام ده ما بيغيروش. ايوه. فالثلاث ساعات دول هو عامل حسابه لو من الرجاء والترجي وكل الماتشات اللي احنا لعبناها بما فيهم السوبر والكاس مصر وكل الامور ديت كلها كان الاداء في نوع من التزامه ثم نوع من الثبات اخر 12 مباراه كلهم على اعلى مستوى من التكتيك. ده اللي انا ماسكه ده هو اسمه فن صانع الانتصار. فن صانع الانتصار. مستر كولر مشارك في كتابه الكتاب ده مع صحفي نمساوي، تمام؟ وهو يعني في زي ما مارسيل كولر بيحكي وبقى نوستالجيا مع الكاتب بيعمل شويه ريسيرش بس على خفيف. تمام. الكتاب الثاني ده اسمه مارسيل كولر فريقه نجاحه طريقه. تمام. كلاعب الكتابين بيتكلموا عليه كلاعب وكمدير فني. ده بيتكلم لمستر كولر كابو ده من اول ما اتولد. من اول ما اتولد. من اول ما اتولد يعني حرفيا. بس مش كوره بس. ده مركز اكتر لان ده صحفي نمساوي. اوكي. على فترته مع منتخب النمسا. النمسا طبعا عمل انجاز رهيب يعني. كبير. فمستر كولر انا اتفاجئت بالرد. قال لي الكتاب ده انا اللي كاتبه مع الكاتب. الصوره دي ليه وهو مدير فني لمنتخب النمسا. دي الصوره دي تيشرت مكتوب عليها فرانس وي ار كومينج. فرنسا نحن قادمون. ان هو كان صعدوا خلاص يورو 2016. لسه مكملين معاكم، فاصل ونواصل. لحظات الفرحه والسعاده مع الاهلي السنه دي كانت لا تعد ولا تحصى. كان مهم جدا الحقيقه في كل لحظه توج فيها النادي الاهلي تفرح جماهيره، سواء مش بس بتكلم عن كره القدم، بتكلم في كل الرياضات. الحقيقه كان موسم اكتر من استثنائي وموسم اكتر من رائع. نتمنى ان اللي جاي دايما يكون فيه افضل. من وجهة نظري لو بتسألني كواحد من جماهير نادي الأهلي، بشوف إن في لقطتين أعتقد إن هم هيفضلوا عايشين معانا في الذاكرة والتاريخ لسنين وسنين جاية. لقطتين ما يقولوش أهمية عن القضية، ممكن في نهائي القرن محمد مجدي أفشة في نسخة 9 من دوري الأبطال أمام الزمالك المصري، ولا حتى عن هدف أبو تريكة في الصفاقسي في تونس في نهائي دوري أبطال إفريقيا. لقبين كانوا غاليين جدا علينا ومش ممكن أبدا يسقطوا من تاريخ النادي الأهلي ولا من ذاكرة جماهيره. اللقطة الأولى هي الدقيقة 77 و7 ثواني. المكان كان مركب محمد الخامس والمواجهة مع الوداد المغربي، واحد من أكبر أندية إفريقيا والوطن العربي، على ملعبه في وسط جماهيره حقنا لقب من أغلى الألقاب وكانت النجمة 11 في تاريخ الأهلي إفريقيا. المباراة الثانية كانت افتتاحية كأس العالم، وكل الحقيقة ما صاحبها من حالة صخب كبيرة جدا وقيل وقال ويعني وكلام كتير جدا اتقال على وسائل الإعلام وبين الجماهير، وكان الأهلي الحقيقة صاحب واحد من أفضل عروضه اللي قدمها السنة دي على مستوى كرة القدم، وفاز على الاتحاد بنتيجة 3-1 في اتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، برضه كررها خارج ملعبه على أرض الاتحاد ووسط جماهيره. لكن كان مهم في السادسة نسأل الأهلاوية من وجهة نظركم إيه هي أغلى بطولة؟ إيه هو أفضل هدف؟ وهي أفضل مباراة؟ تعالوا نشوف الأهلوية قالوا إيه. سلام ومنه مثل الأهلي ومنه مثل الأهلي. أغلى هدف عبد المنعم، وأحلى مباراة اللي هي مع السعودية اللي جابوا فيها في السعودية، وأحلى حاجة اللي هي بطولة أفريقيا. البطولة اللي لعبها الأهلي بطولة أفريقيا كانت أهم بطولة، وبالنسبة للأهداف كان الهدف اللي جابه عبد المنعم لما الأهلي لعب مع الوداد. أفضل بطولة هي بطولة أفريقيا اللي كسب فيها النادي الأهلي، وكانت فرحة رائعة ودخلتنا في مود سعادة غير طبيعي. وكان أفضل هدف قريب قوي اللي هو اللي جابه علي معلول في المقص. طبعا أفضل بطولة اللي لعبت الأهلي قدوا فيها مباراة السوبر قدام بيراميدز، اللعبة قدت في الملعب. وطبعا أفضل مباراة كانت قدام الاتحاد جدة السعودي،
كسبنا ماتش 3-1 كان ماتش صعب جدا وعرفنا نقدم في كاس العالم للانديه. وافضل هدف برضو علي معلول في كاس العالم للانديه قدام اوروغواي الياباني. افضل مباراه بالنسبه لي كان الاهلي ضد الوداد، كان في العوده كنا هناك في المغرب، كان ماتش صعب جدا بس الحمد لله يعني كسبنا الماتش. وافضل بطوله كسبناها كانت الاهلي ضد الوداد في افريقيا، كسبنا الكاس افريقيا الحمد لله. كان برضو كانت ماتشات صعبه جدا وكانت بطوله صعبه. هو طبعا افضل مباراه بالنسبه لي في السنه ديت هي مباراه الاهلي والوداد لما خدنا البطوله من المغرب. فطبعا افضل هدف برضو اغلى هدف علينا كلنا هدف محمد عبد المنعم اللي جابه في المغرب، فده طبعا افضل هدف واجمل ماتش شفته السنه دي للنادي الاهلي، فربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. دي كانت اراء الجماهير في موسم اكثر من رائع الحقيقه، وبطولات كثيره جدا حققها النادي الاهلي بالتاكيد كمان. واحنا عانينا زي ما اتعودنا بنقفل صفحه فبنودع سنه بكل انجازاتها وبكل بطولاتها، واصين على سنه جايه نتمنى ان شاء الله يكون الاهلي فيها افضل ويحقق فيها انجازات افضل من السنه اللي سبقتها. وكان مهم نعرف الاهلاويه مستنيين ايه من النادي الاهلي. تعالوا نشوف امنيات الجماهير للاهلي في 2024. النادي الاهلي مصدر سعاده للشعب المصري كله عموما معظمه يعني، وهو يعني دايما سبب انه بيفرحنا، فاتمنى في السنه الجديده يفضل مفرحنا ويفضل مشرفنا في العالم كله من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يبقى احسن نادي في البلاد العربيه كلها وياخد الكاس باذن الله، ونتوقع منه ان شاء الله ان شاء الله انه هياخد الكاس السنه دي. اللي اتعمل في النادي الاهلي ما فيش انجازات اي رئيس نادي عمله الا الكابتن محمود الخطيب، فبنتمنى له النجاح وللنادي النجاح وللعيبه النجاح وللعاملين في النجاح وللقناه في النجاح. اتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله مزيد من الانتصارات وتحسن في مستوى على جميع البطولات ومزيد من البطولات زي ما عودنا دايما النادي الاهلي بالبطولات العظيمه والاسم الكبير اللي موجود في افريقيا والوطن العربي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للارض. نجاح دايما وان هو باستمرار يكسب وان اولادي ان شاء الله يبقوا احسن لعيبه في النادي الاهلي باذن الله. اتمنى السنه الجديده للاهلي مزيد من التفوق والنجاح، ودايما تبقى لعيبه الاهلي هم المركز ياخدوا دايما المركز الاول. بتمنى النادي الاهلي يكسب في كل الالعاب. بتمنى لكل النادي الاهلي يكسب في كل الالعاب. بحلم ان هو يبقى يفضل نادي القرن ويبقى أعلى المراكز في كل المباريات وفي كل الألعاب كلها. أتمنى للنادي الأهلي أنه يظل دائما مصدر للسعادة بتاعتنا، يعني هو احنا بنفرح لما بنشوف النادي الأهلي بيحقق بطولات ونحس أنه هو مصدر السعادة بالنسبة لنا. احنا المسنات والكبار بنفرح لما النادي الاهلي بيكسب، والشباب والصغيرين اتمنى له دايما هو اللي يفوز، هو اللي يعودنا انه البطل اللي بيلعب بروح البطوله بيفوز بالدقائق الاخيره كانها ضربه قاضيه بالبوكس. دايما يا رب النادي الاهلي كده مشرفنا ويحصل على كل البطولات ويفرح جمهوره ويبقى الفائز الاول في كل شيء باذن الله. بنودع 23 وبنستقبل معاكم بعد ساعات 24، نتمنى يا رب تكون سنه سعيده بالخير وبالسلام على مصر وعلى الشعب المصري وعلى الشعوب العربية وعلى الأمة الإسلامية. وكل دعواتنا وخالص تمنياتنا لأشقائنا في فلسطين وإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم إن شاء الله إن آجلا أم عاجلا، فالنصر لنا بإذن الله. كل التمنيات الطيبة لكم الأهلوية بسنة سعيدة عليكم، ونتقابل إن شاء الله في السادسة في السنة الجاية.